خير اخوي، صاير؟ شوفت عينك والله السيارة ما ادري ايش فيها. اختربت؟ لا بسوي لها تان. بطل الكبوت بتسوي تان. اخترب الله هدا عشان ليش واقف انا بالشارع؟ انزين امشي مش انا بوصلك. ما اصبر. النور تحب تطلب ايه النهارده؟ والله ما ادري شنو اقوى شيء عندكم؟ في عندنا هامور، في بولتي مصري. بولتي مصري قامت على منو؟ على المطعم. ها على المطعم قامت زين حلو. في روبيان. روبيان ايوه. انت ليش تحس بتفاجئني يعني ما تبي تقول لي كل شيء مع بعض؟ لازم اخليك تفكر الاول. لازم تشوق. خلاص عطني اقوى شيء. الروبيان عندكم قوي؟ الروبيان قوي. خلاص عطني قوي ان شاء الله. شكرا. لا يكون عندك ان شاء الله. شكرا. شنو هذا؟ أقول الربيان بالمصري بيض عيون؟ شنو الحلم هذا؟ ترامب بسمره؟ هذا من عيال قرطبة؟ يبا تقصين علي تقولي لي فيلم موتر؟ آخر شيء طلع فيلم رعب؟ أنس قعدتيني على أعصابي؟ شنو هالفيلم اللي كله نوادر وقوارض؟ يخرع يخرع. يلا يلا كلمش أكلمش تالي بس لأن عندي وفد يعني من الحضارة. إي يلا فهم الله فهم الله. ها؟ شوف عيونك حمر. الله والله حمر حمر. شنو لا يكون مواصل؟ والله فاضي انت عبالي عندك سالفة يا ابن الحلال. ما لي ناقص غفة بلا ملاقة عاد. ليش؟ ليش عيونك حمر؟ يبقى قول لي ايش فيك؟ يا ابن الحلال انا منزعج ماني قادر انام. هذا من قلة النوم. قلة النوم؟ ايه. ليش اخي؟ ليش مو قادر تنام؟ عندك مشكلة بالنوم يعني ولا شنو؟ ايه عندي مشكلة بالنوم. ما ايش قاعد يصير معي فاهم؟ يعني مو مرتاح بنومتك؟ لا مو مرتاح. اذا مو مرتاح خير المخدة. اذا حاس ان المخدة اللي عندك قطل ما تنفع شوف في ريش بط اصلي ادله انا وين دواوير انت كلها هذا بط.
حيوانات تعرف شعر ما ابي انا بط عيل حط في هذه الميموري فوم اللي تصير كأنها الطبعه ماكو هذه المسامير اللي تحطها على وجهك اللي تشيلها نفس الشكل تحط صوب الحلج نفس الشكل في نفسها مخده تحطها وتنام عليها وعقب تحط وجهك بطين اللي لا تشرح لي لا تشرح لي انا ما بسوي تمثال حقي بالبيت ابي انام مرتاح بعدين من قالك من المخده انا قاعد احلم يبا قاعد احلم عند داخلي احلام احلام اي والله احلام بكبرها داخلك حول ولا قوه الا بالله يعني انت مضطرب تنام مضطرب انا وين ما حد يغني بمخي وين وانا كل ما انام شاشه سوداء كني داش عزة حبيبي حبيبي شو احلام وانت لما تنام ما تحلم تحلم لا والله انا افكر لين اقوم ها ما تحلم ما حلم طول إيه عشان كذي اي والله لا يبا انا قاعد احلم احلام ما مو فاهمها الصراحه شنو مو فاهم شنو يعني مو محضر لها ولا شنو بالبدايه حلم في احد يحضر حق حلم شلون مو فاهمه انا ماني فاهمك يعني ما اقوم من النوم فجاه اشوف سيارتي تخترب بنت حلوه تساعدني فجاه بسمره انا ركض قاعد اركض احس ناس قاعد تلحقني بس ما اشوفهم بس اسمع اصواتهم انت قاعد تركض بحلم ايه بالحلم بس ايه احسن ما بالحلم اني كنت سريع زين حلو وش المشكله شنو المشكله شنو شو الصوت من وين هذا هذا اقول لك مع الاحلام كذي اشوف اشياء غريبه صوتي حال ما شنو يعني شوف انا عندي لك حل ان شاء الله كم حلم حلمت يا الغبي انا وياي حاسم اخلص عاد عندك احد يساعدني بهالموضوع عندك احد يفسر احلام عندي راح اوديك حق الشيخ الواوي اهلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين في حلقه اليوم حلقه مميزه جدا حلقه جميله حلقه معانا ضيف من اهم ضيوف المجتمع مفسر الاحلام الواوي اهلا وسهلا فيك في حلقه اليوم اهلا فيك طال عمرك واهلا بالاخوان والاخوات المستمعين وانا سعيد اني موجود هوايه وام دراسه اللي صار معك لا يعني بداية كانت هواية. هواية. إيه وصدفة. صدفة إنك فسرت حلم. صدفة. فسرت حلم أحد من البيت أحد الموجودين. فعلًا. ولا في حلمك شخصي؟ لا صدفة قاعد مرة بعرس ولا واحد قال شيت قال والله حلمت كذا وكذا وكذا. إيه حلمت قلت له لا إن شاء الله توصل البيت ما في كل العافية وفي خبر ناطرك خبر سعيد خبر سعيد ويا له خبر سعيد خبر سعيد ومن ذاك اليوم بلشت تفسر كانت الأحلام. أول خطوة لي في طريق تفسير الأحلام حلو ناخذ اتصال ونشوف أحلام المستمعين معنا أول اتصال ألو ألو يا هلا أختي من معاي معاكم سالم يا هلا سالم معاك مفسر الأحلام الواوي ممكن تقولين حلمك أخوي أنا قاعدة فوق السطح الحين أكلمكم ما عندي رادو تسمعني لا نبي الحلم قول له الحلم اي الحلم حلمي انا حلمانه يعني قاعده فارشه اطفال وقاعده بروحي بدوار الشيراتون يوم الاحد ما وعيت الا احد العضوات كذي مره بسيارتها وقاطع لنا ورد عاد صج ولا قشمره هذا اختي حلمك وسمعي التفسير من الواوي ناخذ فاصل نسمع بس ونقول نفسر حلم أم سالم أم سالم قاعدة فوق السطح ومرت عليها إحدى أعضاء مجلس الأمة وتقط عليهم ورد بدوار الشيراتون هذا سطح يعني منصب عالي اللي مرت عليهم والورد اللي قطته هذا إنذارات حق تكنسل الإغامة هذا, هذا, هذا عادي الكل يفسر شيء يعني ما في أي إنجاز خيال إيه بس أنا متفرق حق الأحلام ها بس هذا هو ناخذ اتصال ثاني ونقول الو يا هلا اخوي الو الو هلا حبيبنا تعرف باسمك انا على الهوى اي على الهوى يعني انت وين على إيه؟ شنو يعني اكيد على الهوى لا انا اسمي انا على الهوى ها نيك نيم إيه؟ اي حلم يمكن ولا اسمه حقيقي اتوقع حلم او طموح طموح ها إيه؟ يلا نسمع حلمك على الهوى اخوي انا بصراحه هذا مو حلمي حلم صاحبي فهد ايه وفهد ما يحب يشارك ها؟ ايه بصراحة ما يقدر فأنا أشارك عنه ايه تفضل قول الحلم حلمان ان بدير مطوع راح العربي شنو تفسير الحلم هذا؟ لا راح العربي ولا شيء هذا أنا أقول لك الحلم شنو؟ هذا رايح شنو؟ شايف البنك اللي عند النادي؟ ايه مر سحب فلوس كذي وطلع بس أنت ليش قاعد طالع فوق؟ هو هني الميكروفون
طريق الاحلام. الاحلام ها طريق الاحلام. طريق الاحلام. لا لا اخوي عن الضحك لو سمحت، احنا مو يعني نقطع الاتصال، نقطع الاتصال، نقطع الاتصال وناخذ اتصال ثاني نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا، الواوي مفسر الاحلام معاك. اخوي الواوي ممكن اشارك؟ تفضل حياك الله. احلام كوابيس اي شيء. حبيبي انا عندي حلم بس والله مو انا اللي حلمان فيه، صاحبي فهد. الظاهر هذا نفس الاتصال اللي إيه مر، الظاهر هذا صاحبهم خجول. صاحبهم خجول ها؟ إيه. عفوا تفضل تفضل قول حلمك. صاحبي حلمان يقول ان حلمان في بنت وقفت له بالشارع سوت له باي وكانت تسمع سمرة ابو حنان، فما ادري شوي مختنق من الحلم، شنو تفسيره؟ هذا طال عمرك تبي اقول يعني الحين ولا انت تبي تقول هني ولا بتطالع طريق الاحلام؟ لا طريق الاحلام. يلا قول تبي كلمه كلمه على السادس. كلمه السادس. كلمه اي مكان بس تفسر حلمه. يقول انه بنت وقفت حق صاحبه وتسمع سمره وتسوق شاحنه. بنت، هذه البنت دوريه مرور راح تخالفك اليوم. البنت تمثل دوريه المرور. دوريه المرور لان الدوريات زرق حمر هذا مكياج. ايوه الدوريه بتخالفك اليوم. لا انت الحين ثلاث مرات قلت دوريه بتخالفك اليوم، شنو الحلم؟ ثلاث مخالفات. ها تذكار ورعونه. ممنوع الوقوف، حزام الامان. حلو، والشارع الطريق؟ الطريق يعني على حسب. انا اقول نطلع فاصل. عفوا بس لان الاتصالات من هاله علينا وايد. ها كوابيس واحلام طموح الناس، الناس ايه طموحاتها وكوابيسها وايد علينا، فاحنا ناسف ان ناخذ من وقتك. عندك شغل ولا عادي؟ لا عادي والله. انزين دام احنا اسبوعين ما طلعت من البيت اصلا. والله بس تفسر تفسير الناس وايد حلمانة هالاسبوع. ها اي اقول لك ترى يختلف الحلم، حلم ظهر غير، بالليل غير، عقب الغداء اذا مكثر غدا دسم. ايه غير غير ها؟ ايه في احيان بالاشاره طقها كذي حلم سريع. انت قاعد تلعبون كوت مع الربع ولا شو ولا حلم؟ لا الاحلام. ليش تأشر بالحلم؟ احيان انا اقول ناخذ حلم طريف. حلم طريف؟ ايه شلون حلم طريف؟ يعني في حلم مو طريف وحلم موقف ظريف. ايه موقف حلم. حلم في موقف ظريف. ايه ولا موقف محرج؟ لا حلم مو محرج الله يهداك فيك، حلم. ناخذ اتصال. الو. الو يا هلا تفضل معاي، اخوك معاك المفسر الاحلام الواوي، شنو حلمك؟ انا والله عندي سؤال قبل الحلم. سؤال؟ ايه الواوي. لحظه اخوي لحظه، شنو تبي تقول شيء؟ لا لا بس تسمع السؤال. قلت لي سكر. ايه انا عندي حلم بقول لك. لا 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 خليك بعدين بعد الناس. شو قول؟ يلا تفضل اخوي فهد. عندي سؤال من اول الحلقه وصراحه منحرج منه شوي. لا تنحرج ولا شيء. ليش حط موستين على وجهك؟ لأن موسم الموز الحين. إيه فبسوي ستايل الموز. إيه؟ أنت لا تخلط على ضيوفنا الله يسلمك يا أخوي فهد، ولا هذا من باب المزحة وإنك طيح الميانة؟ لا أبد، سؤال صجي ما عرفت له حل صراحة. إيه؟ لا طويل العمر أنا صراحة حلمان حلم غريب وودي يعني لو الواوي يفسره لنا. حلمان تفضل. حلماني قاعد بسرداب. إيه ويمي واحد من الربع صار فيل طلع له خرطوم صراحه طويل وتشيل سبني على وجهي وماني عارف تفسيره الصراحه، ما ادري يعني. انتم يعني مسافرين تايلند قبل هالمره؟ لا طويل العمر كنا هني بالديره بالديوانيه. بالديره. تفضل شكرا لاتصالك واسمع تفسيرك على الهواء. تفسيرك ان شاء الله يعني بصراحه انا اتوقع انك راح تشتري احد الحيوانات قريبا. شلون مثلا يعني شنو بيشتري على الحيوانات؟ يعني هل ان الفيل طلع له ان الفيل يمثل حيوان؟ يمثل حيوان الفيل. ايه شنو اقرب حلم يالك انت؟ انا طبعا في حلم. ليش استانست وايد؟ يعني سالت عن نفسي صراحه من 25 سنه ما احس اني عن نفسي تقريبا. ايه شنو؟ دائما يسالوني واحل امورهم مشاكلهم. يعني مره صدق حلمت يعني هذا موقف ما انساه الصراحه. ايه حلمت ما عرفت ما قدرت افسر حلمي. إيه شنو الحلم؟ نسيته صراحه. نطلع فاصل.
أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا فيكم في مؤتمر السنوي مؤتمر تفسير الأحلام، مؤتمر اللي صار مؤتمر سيكريت، مؤتمر تلفزيوني علشان لا يحمل المناقشات والتداخلات. حلمنا حلم فهد صار حلم في جميع الأوساط المجتمعية المحلية الخليجية الدولية. أنا عندي ناس وايد قاعدة معاي، عندي الأخ ياثوم. ياثوم حبيبي، أنت حبيبي قسل بالبيت، تعال مؤتمر تمساح تقسليني، مو صحيح. حلم فهد لأكثر من تفسير وأكثر من مفسر فسره. نشوف أول الواوي. أخ الواوي، أنت من بداية الحلم فسرت معانا، ونشوف شنو آخر التفسيرات اللي أنت سويتها. عرفت، وهذا مفتاح سيارة بعد، بس تكفى فكني، أخذ كل شيء، يرحم والديك. شنو آخر تفسير وصلت له في تفسير فهد؟ فهد يعني بداية الشرارة. أتوقع شرارة شنو؟ انت ليش بتسوي حرب وهو موضوع حلم؟ يعني الاحلام، احلام السعيدة بدت تنتهي. شلون؟ او شبه انها قاعد تختفي نهائيا، تراجع تقريبا. الاحلام السعيدة والامنيات السنة هذه، بس عندي تغرير، انا اتكلم بارغام، طيب الحكي هذا من بس طالعنا. ايه يعني تراجعت السنة تقريبا 35%، ارتفاع اللي تراجع 35% نسبة الطلاق في البلد. لا، مو نسبة الأحلام السعيدة. لا، الأحلام السعيدة بعد نفس الطلاق. نفس الشيء. والكوابيس قاعد ترتفع إلى 65%. شوف، هل عندك التقرير؟ ليش تشوفه عندي؟ شوف. إيه لا، أنا أتمنى يعني بالعكس، إنه ما أدري يعني الوقت يعني فعلا ولا لا، بس قاعد نخلط الأوراق في الحضور في المؤتمرات في كثر البرامج في الأحلام الكوابيس بالأمنيات، تخلطون الأوراق. أنا شاكر لك، ما عندك شيء جديد أستاذ الواوي. ننتقل إلى ياثوم. الحقيقة أنا أشوف إن كلامه غلط، لأن أنا تفسيري كان من منظور ياثومي. شلون؟ فأنا ما أرضى أحد يعلق عقبي. نعم، لا تفضل. أنا أقول لك الحقيقة، إحنا أمام الآن حلمين. الحلم العربي. لا نحتاج العدل القوة ونصف وعمرو دياب. لا حبيبي، خلي يقول حلم فهد، تفضل. وحلم الثاني تشتري سيارة أكيد. يا ابن الحلال، خلي الرجال يسولف، ما قاطعك هو يا واوي. إحنا عندنا الآن حلمين. الحلم الأول إن سيارة بنشرت، عدل؟ صح. البنشر شنو معناته؟ معناته ان سياره ممكن تنقلب. صحيح. ولما تنقلب تطيح على صدر الواحد. صحيح. فهذا شنو معناته؟ اللي قاعد على الصدر ياثوم. قاعد على الصدر ياثوم. الحين لو ما يطلع الايرباك وين يطلع؟ على الصدر. ها، هذا معناته ياثوم. ياثوم الصدر. نعم. ياثوم. الحين المله كان موجود، كان مطرب. حلوين، كان مطرب. المله الان صوته شنو؟ يقعد وين؟ على الصدر. يقعد. صح. على الصدر ياثوم. المله الحين من 6 ل 8 وتنام على طول ياثوم. ما يصير كذي. المله لازم من 6 ل 8 تتعشى، تمشى ساعتين، تاكل اكل خفيف وتنام عشان ما ييك المله. يعني هذا تفسيرك للحلم؟ هذا تفسيري للحلم. انا استاذ كابوس، استاذ كيرم، استاذ كابوس. انتوا يا هال، انتوا بمدرسه، انتوا مفسرين احلام. انا اعقب على كلام الاستاذ اسم مو ياثوم. ياثوم، شوف، بالنسبة حق الأحلام، أنا في دراستي اللي سويتها بالفترة الماضية في وزارة الأحلام، إحنا نتكلم عن أحلام اليقظة. إحنا دائما كلنا نسمع أحلام يقظة، أحلام يقظة، لكن ما حد فينا يدري شنو هي أحلام اليقظة. المجلة. لا، اليقظة غير، سيدتي الجريمة، هذه أشياء موضوع ثاني إن شاء الله. أحلام نتكلم فيها، أنا في دراستي الحين في الماجستيرا إن شاء الله حتطلع لها. احلام اليقظه قبل الغيروان، وهذه النهضه. فانت دائما لازم احلام اليقظه تطلع لقدام. فهد عنده مشكله، انه دائما لما يطلع باليقظه ينام يحلم اشياء غير. انا عن نفسي من انا صغير كنت احلم باليقظه، احلم ان انا شلون يطلع لي شنب، شلون اكون متواجد هني بينكم. الحمد لله صار لي 43 سنه مستيقظ ما نمت. هذه تفسير احلامك. كان حلمك كذي؟ كان حلم اليقظه. وانا يعني صغير هم كنت احلم يعني بأوتي. الأوتي يعني كنت يمكن تكوي وما يضبط الملابس، او امك كاويه على راسك، في عندك مشكله عائليه. احنا الان تدخلنا بالامور، هذا مؤتمرنا يا جماعه الخير. اذا بتريد فيني احكي. هذا وين الصوت؟ هو لو انا موجوده هون. غيبوبه والله نسيتك، طالعه القاعده ورا الاثل. هذه على الثمامه اللي هنا، انا وين اشوفك؟ هو لو يا عمي. تفضلي يا اخت غيبوبه. ميرسي. عفوا. انا بدي افسر الحلم من وجهه نظري طبعا.
أنا بشوف إنه تفسيركم للأحلام كله غلط. صح كلامك. يعني مثلا إذا بدنا نقول العدنيات معناتها فرح. صح كلامك. خالد الملا معناتها السعادة. صح كلامك. وكمان في صح كلامك. خلي تقول شنو يا صدقتوها على طول يا عمي ولو خلني أحكي. كمان أنا بشوف إن السيارة والبنشر والبنت كمان يعني سعادة بنت يعني أكيد بتجيب هيك الفرح والسعادة. صح كلامك. لهيك أنا بدي أقول لفهد إنه إن شاء الله رح يجي له خبر كتير حلو. صح كلامك. وكمان أنا بدي الحلو منه. صح كلامك. أنت الحين طقطقي بهالمعمول هذا. هذا معمول تمر؟ ايه ايوه حلو تمر. لا ميرسي ما بدي. شكرا اعزائي المشاهدين وان شاء الله ننتقل في حلم سعيد اخر. شنو في شنو في؟ ايش فيك ايش فيك يبا؟ يبا 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 اعطي ماي. ايش فيك يبا؟ بتموت بتموت بتموت؟ جايبك احبس من القدو. ما راح تموت؟ ليش؟ ليش ما راح تموت؟ ليش متى بتموت؟ متى بتموت الله يسلمك يبا؟ يا ولدي تعال من الشيطان ايش فيك انا ابوك؟ ادري يبا ادري بس انت لازم انت يبا لازم متى؟ والله تعبنا واحنا ننطر يبا صار لك سنين ومفروض تموت. يا يبا يبعد عمري انا يمكن ربك قاعد يمد بعمري علشانك انت يعني يتيم وحيد ما عندك احد يعني شويه انا شكيتك الحال انا ما شكيتك الحال انا عارف يبا انا عارف يبا والله كل الفريق عندهم حالات عزاء كلهم سووا عزاء الا انا متى سووا عزاء؟ لا ان شاء الله ربعي كلهم سووا عزاء. لا يبا لا ان شاء الله ان شاء الله ما تشوف العزاء ولا بيتنا عندك بعد بطول زياده بطول زياده بعد ليش يبا ليش كل واحد بيومه كل واحد بيومه ادري كل واحد بيومه ادري انت 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 لازم تجي يومك صح؟ انت قلت حق امي الله يرحمها سمعي عبد الرزاق رفج علي وعلى رقبتي المتي نندفن سوا ماتت المره فولت مقبرتها تقعد اضافي حتى ماكو اضافي امشي ابن الحلال. لا يا ابن الحلال امشي تكفى. لا يا زيرو يا ولدي لا زيرو شنو محترف انا امشي موت موت بعد عمري يا بعد عمري ربك الحمد لله مد بعمري يا الله يا الله الحمد لله على الصحه والعافيه. ما يبكي ما يبكي موت يا يبا يا بعد عمري موت يا ابن الحلال يا يبا تكفى انا ريال ابي اورث انت انت ابوه انت ولا عدو موت ابي ابي احس ابي اروح ادش العزاء يقول عظم الله اجرك اجرنا واجرك ابي ابي احسن الله عزاكم واحد يقول اصبر اصبر الابو عمود البيت اي عمود البيت انت مو عمود البيت انت يبا انت انت عمود خلاص هذا صار قوس صدقني يا ولدي من كسر ظهرك ليه رحت انا كسر ظهري؟ ايه يا ابن الحلال انت اللي بعمرك المفروض ميتين يا اخي حس يبا حس عاد تكفى تكفى موت موت ما تبي تموت اختفي لا اختفي لا اختفي خلي يدورونك بالفريق كل واحد بيومه يا ولدي كل واحد بيومه بعدين انا دفعتي للحين الحمد لله فيني ان شاء الله عمر وين بعد بتكمل؟ شو اسمعني بروح انام الحين ابي انام وقول يا رب امين يا علي يا رب ان شاء الله انام اقوم على ريحه موتك ابي ريحه الفن اي بقوم بستانس ابي اقوم ابي احس موت تكفى موت موت افا يا ولدي زين افا يا ولدي ما شنو تعب وسراتي شنو تبوس ما تدري ما تدري بالحكي اللي قاعد تقول خلاص يب انت بتموت حلمت فيك حلمت فيك حس على دمك موت ان شاء الله حس تكفى موت شلون يا ولدي اشرب شاي وموت عشان تموت شبعان اي كيف كيف لين تموت موت بارك الله فيك الله يصحك يا ولدي ان شاء الله ويهديك ان شاء الله يا رزيق يا زيرو يا زيزو ياك 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 يا لتناد ياك ياك يا لتناد يا لتناد ما مت للحين ما مت تقول بتموت استانست الحين يا حتى المفاجأة ما صارت توقعت اقوم الاقيك مقتول يا يبا تفاول على ابوك انت تقول امس بتموت يبا قعدت تقول لي بتموت وانا قلت بقوم مذهب البكية على اساس ابكي ولا مت تقص علي شنت تسوي دقات علي يا يبا قح طول الليل هذا لما تشوفني علشان شارب قدو وتعبان امامت يا يبا كل واحد بيومه يا الله يهديك الله يهديك ان شاء الله يا يبا انا عقب وفاة امك انا امك ابوك اخوك كل شيء شلون انا اديك شنو انا اديك امه ولا شنو انا اديك عيل انا اديك امه ولا اخوه ولا يبا ولا يبا هي اخوك انا اديك ابوك يا
شمه تموت شمه تموت اروح اخذ غفوه وهي تموت يبا ايش فيك الله يهديك لا يسمعك احد يضحكون عليك تفاول على ابوك ما يصير الوريث تشرع بالمحبه بالوريث ان شاء الله انت الوريث وكل شيء بس بعد عمر طويل بعد عمر طويل ان شاء الله ان شاء الله بعد عمر طويل انا ضايقتك وايد شكلك متضايق شكلك متضايق ان شاء الله ما راح اضايقك بعد ان شاء الله قول امين قول امين ان شاء الله امين اللي تبي ان شاء الله بيصير ان شاء الله اللي تبي بس اللي تبي ان شاء الله ابيك تروح معي الحين ابي الرجال واهل الفريج يشوفونك ويعرفونك ابيك تشوف تجاره ابوك بحلال ابوك تمسك الحلال من عقبي اي اي ان شاء الله بعد ما اضايقك ان شاء الله بعد ما اضايقك ان شاء الله وبنا بس بتروح احنا نشوف الناس ان شاء الله وبعد ان شاء الله بروح اريح شوي بس اريح اقول امين يا رب قول امين اقوم على فاجعه وفاتك باذن الله اقوم ان شاء الله الاقيك مقتول يا رب مشنوق يا رب يا رب ان شاء الله الاقيك تطلع او انا طالع كذي نايم توني بخفي اقوم على صرختك قول امين يا ياخذك من الدنيا يا يبا تعال يا هذا بيمسك محلاتي هذا بيمسك سلسله معارضي اخ هلا عمي برزاقة شنو؟ شلون ولدك برزاقة؟ يلا فارج اذلف خير بو عبد المحسن هلا والله يا ابو عبد الرزاق سلامات خير فيك؟ والله ماكو شيء بس الاكسجين ما يوصل المقدرة يبا الاكسجين ما يوصل مو من هذا مو من متن ولا شيء عشان دشاشتك ضيقه اي والله صدمه ابو عبد المحسن يعني ما ان انا وياك مسيطرين على التجاره بهالفريج والفرجان الثانيه او ماسكين هالوكالات اللي نعرف شيء منه او شيء ما نعرفه صراحه واحد سلسله هالمعارض سلسله هالمطاعم اللي عندي ودي احطها بولد بحفيد ولدي تدري ربيته شوي حتى ودي اشوف يعني احفادي قبل لا اموت فقلت اخذ بنيتك ابو عبد المحسن واولاده سامعك ابو عبد المحسن واولاده انا مو المحل انا ابو عبد الرزاق بس ايه قول ايش عندك ابد ودي اتشرف واخذ بنيتك حق ولدي زيزو رزاق والله لو هي ذبيحه ما عشتك يا ابو عبد الرزاق والساعة المباركة بس مثل ما انت عارف ولدك ربيته قاصر وانت بنتك يعني شنو سفيرة يعني الله يرحمه السلام عليكم السلام عليكم هلا والله شلونكم والاخبار الطيبة هلا بوس راس عمك شلونكم بوس راسه هو باس راسه عشان بوس راسه عمي عمي سلفه خربان ايش فيه هلا هلا اكسجين ها اكسجين ما في ايش فيه عندنا اكسجين يا صباي يا الاثول ما ينباع الاكسجين ما ينباع ما ينباع ايش فيه الله يا ابو عبد المحسن واشوف طال عمرك اسمي بدعوه العرس الله ابو عبد الرزاق واحد رجال الفريج يتشرفون وليش احد الفريج ليش ما تشرف فينا ولا بس امينا قول بسرعه قبل لا غفي لحق عليه لحق عليه لا تشرف بالعكس الله ولا دعوه الحريم الداعي ام عبد الرزاق وام عبد المحسن الله يرحمهن الله يرحمهن الله يرحمهم يرحمهن التهريب يرحمهم ايه الا خير وش عندك شنو مات؟ لا عمي ابو عبد المحسن لا عمي معاكم معانا شو عمي عبد المحسن شنو جاي تفخ ولا شنو؟ لا ابو عبد المحسن عمي يتاكد انت لا ضحكنا انا بروح ما تزوج بنتك بتزوج بنتك عمي بتزوج زوجني اياهم ابوي موت معاه مره واحده بنتك يما احترمنا ترى احنا كبار يعني وعمك كبير ريال عود بوس راسه اي بوس راسه رد بوس راسه ما حد يبوس راسه احد من غير ما يبوس الراس ثاني يبا ايش فيك هذا ريال عود اي ريال عود وين؟ تقهرن زمان لا مو هرق اقول اي من زمان انا ترى كبر ابوك انا اخبر ان ولدنا لما بنوا بيت ابو ناصر اه يعني اذا هدمت بيت ابو ناصر تموتون انت ان شاء الله ها؟ لا يضحك بس ضحكه متقطعه نفس الضحكات بس متقطعه اتوقع ما في شيء يبي بلك يمكن صدق عادي يلا الله يخلينا ان شاء الله قولوا امين دعوتكم ان شاء الله الزواج يتم على الخير بالمحبه وال ان شاء الله بعد المحسن واولاده امين
شوفوا شباب انا ما عندي مشكله بس المشكله بالعدد ولا حاضر اروح صمان ونكشت بس بشويه ثلاثه واحد ثلاثه كم واحد نبي لازم اربعه نفس الخيمه وي لازم اربعه عشان نكشت اي غير شيء يبوا واحد عد مره ثانيه يبوا واحد يبوا واحد واحد اثنين ثلاث كان ربعي اربعه سلام عليك وينك صار لك ساعه قاعد ننطرك تاخرت عند الاهلك ان شاء الله يلا ما عليه ادي له التلاهي بنكشت لا بروح صمان بروح صمان صمان؟ اي لا رحت الصمان والقيض حادي؟ اوه روح نكشت هنا الله تعال حادك ايش حق نكشت بالصمان؟ شنو حادك؟ خل نكشت بالاحمدي لا انا نكشت بالاحمدي لا يبا الاحمدي وايد كشتنا فيها هالمره عاد خل نكون اوادم ويانا اخذه ويانا اي لا مو تاخذ الاحمدي معانا نكشت مستانس هناك نروح وناس حالات الصمان اللي رحت تروح ست اشهر تروح تقعد شهر ترد خمس اشهر طريق مسافه وين المتعه الحين يعني المتعه انك تتعب ولا شنو لا يبا نروح نقلص فري هناك ايش فري ايش حق تقلص انا ليش تقلص وياك صيده هناك كشته حالاتها تروح قامص ايه يلا نروح الصمان نروح نستانس هناك انا لان بخاطر نروح ناخذ انست فري خل نروح انست فري بالصمان بس تم انا راضي انا بعد راضي انا بعد راضي يلا بسم الله نقرا الفاتحه يلا بس ما اقدر اروح معاكم الصمان ليش لان ابوي منيته قربت ابوي يمكن الحين منيته وصلت الحين ممكن ادش ابوي وانا طايح على اليمين ويا حظك طايح على اليمين نفس صافط على اليمين يا حظك ابوك يتوفى من زمان وصاير عزة زج بالفريج اي والله اسمع بس عاد شعليبي موت شاي وعشه ببلاش ها يا حظك وعزة زحمه بعد محظوظ ان شاء الله يا رب وايد يومين بعد ان شاء الله اتوقع ابوي يولى وايد يا رب ان شاء الله ما اتوقع والله ابوك بعد يحبه بالفريج ان شاء الله ان شاء الله يلا ان شاء الله الفال لنا ان شاء الله الفال لكم ان شاء الله الله يا ابو عبد المحسن تذكر شلون بداية تجارتنا يا ابو عبد المحسن؟ اوه ياما فرينا الهند والسند تعال ايش كان الفرق بين الهند والسند؟ ما في فرق بس السند اخر شيء صفر تعال كفو هذا ابوي حياكم الله تعالوا سلموا على ابوي شباب هلا والله بارك الله فيك تموت بعد شوي بارك الله والله عمي اجينا حد يموت بالفريق نبي عزاء نبي شيء ومنو هذا؟ سلم السلام عليكم سول لا راسه مو قاعد ها شوي 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 ابوي شباب ضيج واللي عمي ايش داشك ضيج اكثر من مكان ما عليك يا وليدي لا تطنز ما تصير بعيالك لا يا ابن الحلال شوف بعيالك ما ادري عمك تفصلها الخياط ظلمه شيء لا يا وليدي يا عيالي قبل لا تدشون علينا القهوه كان نسولف انا ما سالناك عمي والله ايه لا ريال عود لا تشذبه ريال عود صاج انا وعمكم عبد المحسن نسولف عن بدايه تجارتنا وشون تكوننا هالثروه هذه ايه هل تورثها؟ ايه انا بورثها ابوي بيموت قاعد يقول من انت توصل قول باذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ما يقدر بعيده ما يقدر بعيده لا تنشق عمي لا تنشق بعد عمر طويل ان شاء الله ولدي ما يصير الحج هذا اقول لك البطريق ليش امشي كذي؟ والله كنا لابس قميص ضيق والله العظيم انا بصراحه اتكلم عن شلون بداياتي شلون حطيت ثروتي شلون كونت بداياتي شنو اول البوم؟ شنو اول البوم؟ يا حلو يا حليلك زوزو زوزو منو؟ زوزو ولدي رزاق كنت اشتغل بقهوه او كان اللي اي زبون يشرب استكانه الشاي يزيد شوي ويمشي احط هذا وهذا يزيد شوي احط لين كون شاي كبير زين الشاي كبر انت متى تموت يا يبا ما يصير الحكي هذا تروفيجا ها لا والله مش تبي صدق وعنين قال بعرفكم على ابوي بيتوفى قريب وكذي قال نشوفه يا ولدي على قدي منو انت بدال هاللوية هذه ليش ما تحاكي عمامك الكبار عدل لسانك طويل من اول ما دخلت عليه لسانك طويل آمنا عمرك طويل خلصنا شوف يما ها شوف قلنوا لك لسانك طويل بس تحاكي عدل تكلم عدل عمي مو تلبس عدل عشان احاكيك عدل بغيتني بشي يا ابو اي نعم يا ابو عبد المحسن ابي بنتك طال عمرك حق هالولد هذا موافقين عمي شكو انت شكو من نسألك انت لا يبا ما سألك خلي بنت تجاوب قاعده ساكته مستحيه نضحك يبا يا يعني تكلم جد مع عمك ابو عبد المحسن لا يبا لا بنتي ما تاخذ هالمينون هذا بنتي ونعم فيها ونعم دراسة ثقافة عمي ليش زهان طروحك سولف كذي اريح يبا نفس الشيء لان رقبه مو واصل اكسجين انا بقعد اشرح كل واحد اشوفه بحياتي ما خلص والله العظيم ايش رايك؟ شنو؟ انحط ثروتي على ثروتك والعيال هذيلا هم
لا لا يا ابو عبد الرزاق، اسمع لي بهالامور ما فيها روح تعال. عمي تكفى، لو هي ذبيحه ما عشيتك يا رزوق. روح اخذها الحين. مشكور مشكور. بس ايوه بس هذا موضوع، سامحنا يا ابو عبد المحسن الشباب. يا خلف انا لو اطوله كان طقيته. هذا ويا ربعه الليله يا ابو عبد المحسن، بعد شوي عندك انا وجهاء الفريق. كباريه 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 الفريق نخطبها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كباريه نكون فاضيين ان شاء الله. هاك باك هاك هاك وكلمه يلا. كباريه عمي ها البنت لك. مشكور مشكور. الفال لكم يا ابو الفال لكم. ها ايش قلت؟ نعم ابو عبد المحسن. اي من هالكلام سبب له ثقل. الله هذه الساعة المباركة اللي تينا فيها يا ابو رزاق. ساعة كبرك. وتخطب ايد بنتي. بس العفو والسموحة منك. انت قلت لي بتجيب كبارية الفريج. انا جايب لك خوال البنت. الله النعم. اي ونعم النسب ونعم الخوال. تيار هذيل على الله. عرفهم؟ من قاعد تتكلم عن هذيل؟ هذيل اعرفهم وياما عقدت معاهم اكبر الصفقات. فعلا. شنو؟ صفقات كلنا وناخذ البنت ان شاء الله بالرفاء والبنين، انا وولدي اللي سووا معاكم صفقات وبناخذ البنت مالت الريال. والله. مالت الريال نبي ناخذها معانا ان شاء الله، متى الساعة كم؟ ابوي بيموت ابوي. بس يبا بس عيب، وصراحة يا ابو عبد المحسن كنت بجيب لك كبارية الفريق. لكن الكبارية تدري ينهمون مبكر. صح انتو هيلك. سمعتهم الصبح. فعلا فعلا انتو هيلك تجون باي وقت ورا. بالعكس يعني. البنية لو هي ذبيحة ما عشتكم. اي صح. بس شورها شور بيت خوالها مو تجيب لعمتي. والله ونعم خوالها عمي، بس احنا نشتري ريال ورزاق ونعم فيه. خذها بعبايتها خذها. خوالها ما سمعنا رايهم كلمتهم شنو يا يدفعون كلمات؟ لا يا عمي. يا الله يا ابو رزاق الله يهداك الله يهداك. بعد هذا لنا يتشاورون بينهم بين بعض. عيار ما يسولفون قدام الهلك. بالنظرة عمي بالنظرة. ايه. عمي ايه. وايد لازق بالطوفة ترى مو راكبين قطار موت. الله كرامك. واذا زوجت بنتك راح تسمع قطات احلى. يضحك هذا الولد هذا الولد هذا الولد زين. يلا ناخذها البنت. يلا ضحكنا وايد. يلا ضحكنا وايد عاد وقطينا تضحكون وهذول اثنيناتهم سايلنت. يلا خلنا نمشي. الولد خلنا نمشي. نعم ابو عبد المحسن نعم. اي خلاص نمشي. يلا باكر يلا باكر خذ الشاي. يلا مشي. والله اكيد امشي. يلا يلا حتى خوال بيمشي. نعم نعم الرجال. يلا يا زيك زيك زيزو يا زيرو زيرو. هل ايش تبه الولد هذا؟ ما ادري وين يروح. بنت حلال بنت حلال بنت حلال الزوجة الزوجة بنت الحلال الزوجة. ايه يا زوجتي تعال. السلام عليكم. ليش طولتي؟ ما طولت. شنو ساعة الا ربع العادة تصلون؟ تبعتك ما حصلتك. يلا بسرعة نروح. وين؟ ابوك وينه؟ ابوي بالسوق. متى تجي منيته؟ منيته الموتى؟ ما ادري ما حد يه. ما جت منيته للحين؟ لا. يلا خل نروح عيل. يلا. يلا. تعال دلين؟ لا ما دل. ذيس لوكيشن. ادز لك اللوكيشن نروح. يلا. نروح. بنت الحلال زوجتي. يلا يلا. تفضلي تفضلي. هذه؟ ايه هذا البيت زوجتي. والله متعاونه الزوجه. والله متعاونه الزوجه. متعاونه زوجتي. شنو؟ متعاونه. شنو هذا؟ شنو هذا؟ بيت كله ورثي كله ورثي كله ورثي. هذا ابوي ميت يمكن ترى يمكن ميت خليته يوم طلعت قلبي يموت. كله ورثي كله مالي كله كله. حتى هذا الاغراض هني شفت التنور؟ ورثي ورثي. باخذ العريش بعد ورثي وش اسمه حتى ابوي باخذه ورثي. كل اغراضه حتى الزدير عجيب عجيب الزدير عجيب. مال مال العيد حتى باخذ اللحيته عجيبه بعد ورثي كله ورثي كله ورثي. شنو يبا؟ شنو ورثك؟ ورثي. وين ورثني وانا عايش البيت والدنيا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ غنيه ولا شنو اللي قاعد تقوله؟ ورثي انت كلك ورثي. انت بس تموت؟ تكذب علينا كلام تقول تموت؟ يلا يلا موت خلص يلا. من هذه؟ من هو شنو؟ زوجتي حلالي على سنة الله ورسوله. بنتي. قولي له قول له.
انا هيله بنت عبد المحسن. بنت عبد المحسن رفيجك رفيج العمر. تبي تفضحنا؟ تبي تفضحنا؟ يبا انت بس انا بس خطوبه خطبتها لك انت الحين فتره التعارف. لا شنو فتره التعارف؟ ذمتها انا بذمتها برا. يلا برا انت من زوجتي. برا انت من زوجتي. موت برا. موت متى تموت؟ برا متى تموت؟ ساعه كم تموت؟ خليني اقول حق ربع عيون برا. هل بعد مش ابو عبد المحسن يعيب على ولدي؟ يا ابو عبد المحسن بصراحة انا ودي نختصر فترة التعارف بين بنتك وولدي ونخلص من هالموضوع ونزوجهم. والله يا ابو رزاق كانك ملزم. انا بعد ببري ذمتي بقول لك الصج، ترى البنية شوي ربيتها قاصرة كلش. ادري ادري وسمعت وسمعت الحكي هذا. وطال عمرك حتى ولدي بعد وانت شايف بعينك اذا بنتك ربيتها قاصر. انا ولدي ما في ربيه خرجر. نهائي. ايه انت مثلين ما في مربيه، ليش ما نذبحهم احنا بعد ونفتك منهم؟ لا يبا ما يصير عيالنا. انا اقول خل نزوجهم والله هن سعيد بسعيده. شو خالص موافقين حسين؟ انا في سالفه صراحه ودي اقولها لك. انت كريم ومن اكبر تجار الفريج، يعني من عرفتك دشداشة واحدة. ليش؟ والله يا رزاق ودي اغيرها انا بس لان ضاجت علي وما انا قادر افسخها. انا صارت هذه مثل جسمي، ترى انا مفسخ الحين، هي بس البس سديري فوقه حتى لما اسبح افرقني على هذه. والله يا ابو بلا 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 بلا. الله يشفيك الله يشفيك ان شاء الله. انا غايب لي ولد يشيل اسمي ولا يتنفس عني على الاقل حسبنا هالخبله هذه اللي جبتها. وانا بعد الحلال والخير وسلسله المعارض والمطاعم بخليها حق هذا المصاحي. عليه العوض ومن العوض. انا بخلي له البيت بس علشان يستر عليه، وباجي الحلال بسوي وقف.